السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. حلقتنا اليوم سيدي غادي نبداوها مع واحد الراجل كان الاسم ديالو العربي وفي عمره 58 عام، ساكن في واحد الفيلا فاخرة غير هو ومراتو. عنده جوج بنات، ما عندوش الذكورة. هادوك جوج بنات مزوجين وخارجين برا الدار وساكن مع رجالهم في نفس المدينة. هاد العربي هذا كان رجل أعمال، رجل غني، السيد لاباس ليه. مراتو مرة من عويدها كتريح ديك شهر شهرين بحال ما هكاك، وكتمشي عند وحده من بناتها تريح معاها واحد 3 ايام 4 ايام يومين على حساب الظروف. واحد المره من المرات كانت عند وحده من بناتها ريحات معاها واحد غير يومين، ما ريحاش بزاف. المهم ملي سالت ديك الزياره ديالها جايه مع الصباح بكري، جايه وصلت للفيلا ديالها، حلات بالساروت الباب الرئيسي اللي كيشوف الشارع مباشره. كتدخل الجردة كتلقى الطوموبيل ديال راجلها، ولكن الملاحظة اللي لاحظتها ان البيبان ديالها مفتوحين. قالت ما يمكنش، واش هو كاين هنايا او نسى البيبان مفتوحين، سيرتو انها راه مع الصباح بكري مع جوي ديك 7:30 8 بحال ما هكاك. ولكن ملي كدور ورا الطوموبيل كتلقى مفاجأة، راجلها مقتول وغارقوس الدم ديالو وملقى على الارض على راسو. هنا تفاجأت هاد المرأة هادي، بقات كتغوت وكتحيح، شافت عيات ما قاس حتى شي حاجه ورجعت بالخف، مشات علمات البوليس جاو مع العين المكان اللي هو مصر الجريمه في الحاله ديالنا اللي هي الجرده ديال الفيلا ديال السي العربي. جاو كيكتشفوا بالفوسهم وجود هاد الجثه هادي، علموا النيابه العامه، استدعوا الشرطه القضائيه، جات فرقه مصرح الجريمه، جاو طوقوا هذيك البلاصه كامله وبداو التحقيقات ديالهم. هذه اول حاجه كما قلنا، الطوموبيل كانوا مفتوحين البيبان ديالها وامارات تقليف في هذيك الطوموبيل، يعني الطوموبيل مقلبين لها كلشي، اي بلاصه تقدر تحط فيها فلوس، تقدر تحط فيها شي حاجه مقلبه. وحاجه اخرى، الفيلا ملي دخلوا ليها كان الباب ديالها محلول، ماشي الفيلا من جهه الشارع، وانما الفيلا ملي كتوصل للجرده وكتدخل الباب الرئيسي ديالها، الباب يعني مشرع محلول. دخلوا لداخل، دخلت معهم طبيب الحال المراه، يعني اكتشفوا وجود تقلاب وامارات شي واحد كان كيقلب على شي حاجه، يعني السرقه بين هاد القضيه دي واضحه وبين سرقه. دخلوا البيت الناس، طبيب الحال بالمساعده ديال مرات الضحيه كيطلعوا البيت الناس كما قلنا، كيلقاو الماريو مهرس محلول وتا هو مقلب. قالت لي مودي هنايا راه كان الذهب ديالي وكان الفلوس وكان شي لعيبه ديال راجلي شي لعيبه ديالي انا، يعني القضيه فيها سرقه وقتل. ولكن كيفاش كنلقاو الجثة ديال هاد السي العربي؟ لقيناه في الجردة، نورمالمون خاصو ملي دخلوا عليه الشفارة وقتلوه، أولا ملي حاولوا سرقوه وقتلوه، غادي يكون في الفيلا، في بيت الناس، في صالون، في كذا. السيد لقيناه برا في الجردة ولابس الحوايج ديال الزنقة، يعني كان السيد على برا، ما كانش هنايا في الفيلا، القضية في شكال. المهم هنا يحاولوا يهزوا البوليس اي دليل، اي اثر، اي حاجه غتوصل للقاتلين او للسارقين بصفه عامه. ما كيلقاو حتى شي حاجه، لا دليل لا حتى شي حاجه، وانما رفعوا البصمات مع على جميع ارجاء الفيلا وهذيك الطوموبيل واي حاجه، اي حاجه من تما رفعوها. صافي هنا البوليس من خلال التحقيقات ديالهم مع المراه قالت لي مودي انا ملي دخلت راه فتحت بالساروت الباب الرئيسي ديال الفيلا، يعني الباب اللي كيشوف الشارع مزيان. ولكن البوليس قالوا للمراه، قالوا لها واش هذا الباب هذا عاوتاني فتحتيه، يعني الباب اللي غيدخل مباشره للفيلا؟ قالت لهم لا ما فتحتوش، كان محلول مزيان. باين خداو ليه الساروت من جيابو ولا شي حاجه وفتحوا ودخلوا، وملي خرجوا سدوا الباب من وراهم. هذه غير فرضيه. صافي داو هذاك السي العربي، داو المستودع البلدي الاموات. طبيعه الحال مراته قالت لبناتها، جاوا العائله ديال هذاك السي العربي. المهم الدنيا ترونات تمايا. قبل ما يقول لهم الطبيب الشرعي اشنو كاين عند هاد السي العربي ويقول لهم ملابسات الحادث والزمن تقريبا ديال الوفاه، بداو التحقيقات مع مراته قالت لي مودي انا راه مزوجه مع هاد السي العربي، هادي راه اكثر من 25 عام، ما عمري شفت منو شي حاجه خايبه، والده مع جوج بنات بزوج بيهم مزوجين، يلا تزوجوا هادي واحد المده قريبه، مزوجوش بزاف، وكنمشي عندهم مره على حساب ما قالت لهم انها كانت في واحد الزياره عند بنتها، وملي جات مع الصباح لقاتو مقتول. البوليس خاصهم يتأكدوا بنفوسهم بأن فعلا نيت هضرتها صحيحة، تقدر تكون هي صفاتها ليه ربما لغاية ما في نفسها،
ماليناش، مشاو عند بنتها وراجل بنتها، اكد ليهم نفس الهضره اللي قالت هاد السيده هادي. قال لي ما ودي هاد المراه راه باسل دي هذيك الليله، بس البنت نسيبتي كتجي مره مره عندي وكنرحب بها. هادشي اللي كاين، العربي يحاولوا انهم يعرفوا الجيران ديالو الاصدقاء ديالو الاعداء ديالو، والو. بس العربي كلشي كان كيشكر فيه، كلشي كان كيقول هاد السيده الله يعمرها دار، انسان ملتزم، انسان ماشي ملتزم دينيا وانما ملتزم يعني انسان معقول، كيتعامل زوين، عرف يهضر مع عباد الله، مسالم، ما فيش البلا، ما فيش الصداع، يعني انسان توقف ليه على شي حاجه يقدر يعاونك بها، ما عندوش يقولك ما لقيت لك جد، انسان الله عمر هضر بصفه عامه. جيرانه في ديك المنطقه فين تقتل او جيرانه في ديك الفيلا فين ساكن ما شافوا حتى شي حاجه، قالوا ودي حنايا بصراحه ما شفنا والو، ما سمعنا والو، وحتى شي حاجه ما عارفين على هذا الموضوع هذا. السي العربي كان راجل مزيان الله يرحمه في النار والله ياخذ الحق في هذا اللي قتلو. من خلال داك البحث المحيطي اللي داروا البوليس ما واصلوا حتى شي حاجه. دابا خاصنا نشوفوا صحابو الاعداء ديالو كذا. صحابو ما كانوش بزاف، كانوا يلا واحد الربعه او خمسه من نفس العمر ديالو، من نفس الطبقه الاجتماعيه ديالو، هما كانوا اغنياء وكاملين توصلوا البوليس بانهم ما عندهم حتى شي علاقه بالجريمه هذه. ناس قاطين شغلهم وواحد الناس اللي هما الله يعمر هذا حتى همايا وما عندهم حتى شي دافع باش غادي يقتلوه او يسرقوه او لي شي حاجه، ما كاينش الدافع للجريمه. الاعداء ديالو تقريبا ما كاينينش. بالنسبه للخدمه ديالو ما كايناش، الخدمه ديالو كانت نقيه وكيخدم بما هو قانوني، ما عمر شي واحد شك منه وما عمر شي واحد كانت بينه وبينه شي عداوه مشهوره. هو ما يمكنش، واش هاد السي العربي شكون اللي قتلو؟ وربما قالوا البوليس هجموا عليه الشفاره عارفينه بوحدو مثلا، كلشي وارد ما عليناش. انا الطبيب الشرعي شنو قال البوليس؟ قال لي ما ودي هاد السي العربي راه مات مع جويه تقريبا هذيك الساعة الساعة ونص بحال هكا ما بين الساعة السبعة. هي المرأة قالت لهم أنا معجيت، قالت لهم أنا الثمانية لاروب فتحت الباب تاع الفيلا ديالي ودخلت لقيته مقتول. البوليس كانوا وصلوا لعين المكان مع جويه تسعة ونص تسعة وربع بحال هكا، يعني هي ديك المرأة تفاوتات على هاد المجرمين، كانت غتحصلهم شوية. ولكن كيفاش تم قتول؟ مطعون عدة طعنات، واحد ثلاثة ديال الطعنات وجهة العنق والقلب والصدر والكرش، يعني هاد السيد هدا محنش فيه، صفاه لي بطريقة بشعة. وقال لهم الطبيب الشرعي ودي هاد الناس هادو راه مكانش واحد، ربما راه مكانش واحد. علاش؟ لأن هاديك السي العربي كان بدا واحد المقاومة عنيفة، الضارب مع هادو لي قتلوه أو لي حاولوا يسرقوه أو لي شي حاجة، لأن السيد بين فيه كان مدابز مع شي وحدين لانه كان معرض للكمات يعني على وجهه وعلى الاعضاء ديالو. مزيان، هي هذيك البصمات كانوا خرجوا ديال الفيلا وديال الطوموبيل يرفعوا البوليس من مسرح الجريمه. للاسف الشديد حتى شي بصمه ما بانت من الفيلا، من بيت الناس، من الماريو، من البواني تاع البيبان، والو. واش بان شي حاجه؟ كانوا غير البصمات ديال السي العربي مع مراته فقط لا غير. ولكن في الطوموبيل غادي نلقاو واحد البصمه، البصمه ديال مولاها بطبيعه الحال اللي هو السي العربي، وبصمه تاع واحد البنت. هاد البنت هادي كاين الاسم ديالها لمياء وفي عمرها 26 عام. هاد لمياء هادي عرفها بطبيعه الحال البصمه ديالها من خلال عرضها على النظيم الالي البوليس. هاد لمياء كانت كتسكن في واحد الحي شعبي، مشاو ليها البوليس، مشاو للعنوان ديالها كما هو مدون في البطاقه الوطنيه. هادي البصمه الوحيده اللي لقاو في الطوموبيل، هذاك يعني بانها كانت راكبه معاه. ملي غادي يوصلوا للعنوان ديال هاد البنت هادي غتخرج واحد المراه تبين من بعد انها الام ديال لمياء. لمياء كان الاب ديالها متوفي هادي شحال من عام، وغير امها اللي رباتها وكبراتها. لمياء هي الكبيره خواتاتها، كانوا عندها جوج خواتات صغار منها مازالين كيقراو. ملي سولوا البوليس هاد الام هادي اللي كانت مرض درويشه باينه في الحاله ديالها، قالوا لها لمياء بنتك واش كاين هنايا؟ قالت لهم لا. وفين مشات؟ اسيتي لمياء خدامه. فين خدامه؟ خدامه في واحد الكلينيك. كلينيك؟ اش من كلينيك؟ وشنو كدير فيه؟ اسيدي كتقول لي بانها فرمليه، راه كانت كتستاجي في الاول اللي حتى تعلمات وولات فرمليه. واش عارف هذا الكلينيك اللي خدامه فيه؟ لا سيدي لا، نكذب عليكم الشاف، انا ما عارفاش الكلينيك اللي خدامه فيه، وما عارفاش بالضبط العنوان ديال هذا السبيطار اللي خدامه فيه. مزيان، وفين القهوة دابا وامتى غتجي؟ وا سيدي نكذب عليكم، دابا راه هي راه مسافرة. في مسافر ما قالش لك فين وعلاش؟
لا سيدي لا، ما قالت لي فين مشات مسافره. المهم قالت لي ودي راه دابا عندنا واحد الكونجي من الخدمه وغادي نمشي نسافر مع صحباتي. فين الله اعلم. شكون صحباتها اسيدي؟ ما كنعرفهمش، ولكن هنا في الدرب راه عندها واحد صديقه ما كتفارقهاش، صاحبتها من ايام الطفوله وعزيزه عليها، وراه كتدخل عليها. والاخر هي كتجاهدها مزيان. شكون هي صاحبتها؟ حنان. مشاو على حنان هادي، لقاوها في الدرب تمايا. هاد حنان هادي كانت خدامه في واحد البوتيكه تمايا. المهم جابوها البوليس وهضروا معاها هضره قاصحه، قالوا لها شوف يا اخت حنان، حنا دابا كنبحثوا في واحد القضيه ديال الجريمه ديال القتل، وهاد المئة هادي راها متورطه فيها، ربما تقدر تكون هي تقدر تكون لا. المهم حنا خاصنا نهضروا معاها، لا تعاود لينا التفاصيل المملة على هاد المئة وفي المشات وشنو كدير واي حاجه عارفها عليها. هنا يد حنان هادي ملي سمعت القضيه فيها الروح وانها متهومه في هاد القضيه هادي، قالت لي بصراحه، قالت لي ما ودي ماشي الصراحه ديال الجريمه ديال القتل، وانما صراحه الحياه ديال هاد المئة، لان الام ديال المئة ما عارفه والو، وعارفه البوليس بانها ما عارفه حتى شي حاجه على بنتها. المهم الحنان قالت لي مودي في صراحه ما نكذبش عليكم، هاد المئة هادي راه ما خدامه في السبيطار لا في كلينيك لا حتى شي حاجه. وفاش خدامه؟ راه غير كتقول الام ديالها بحال ما هكاك، يعني باش تعطيها واحد المبرر تبات على برا. هادشي اللي كان، اما هي خدامه واحد الخدمه. المهم الله يهدي الجميع، بلا ما نذكروا هادشي هذا، الله يهدي جميع البنات اللي كيمتهنوا هاد المهنة هادي. قالت لي مودي راه هادي العويد ديولها، كتمشي للديسكوتيك والمراقص والملاهي وكذا، وكتشوف يعني تما هذيك الخدمة ديالها شحال من عام هادي، وكتكذب على ما كتقول لها ودي خدامة في رملية وكذا، وهي اصلا معمرة قراص على انفيرميير ولا حتى شي حاجة، ولكن امها انسانة درويشة ونية كتطيقها. هادشي اللي كاين. كتعرفي هادوك الديسكوتيك اللي كانت كترتادهم كتمشي عليهم؟ قالت لي واش نقول لكم، انا كنعرفها كتمشي بزاف ديال الملاهي الليلية، ولكن راه واحد الديسكوتيك راه ما كتفارقوش، راه كتمشي ليه بزاف، وكيجيو ليه الناس لاباس عليهم وكذا، وتما هي فين كتقضي القرارات ديالها. مزيان غتوريه لينا. اي الله يودي. وراتهم هاد البنت حنان هذاك الديسكوتيك اللي كانت مره كتمشي ليه هاد الدلميه، اولا بالاحرى كتمشي ليه بزاف. وصلوا ليه فعلا النيت. هني كان البوليس جابوا الصوره ديال هاد الدلميه هادي بطبيعه الحال، جابوها دخلوا لهداك الديسكوتيك، سولوا الفيدورا وسولوا داك السرباي وكذا على هاد البنت، يعني لمياء عرفوها تعرفوا عليها بسهوله. قالوا هاد البنت هادي راه من الكليانات تاع الديسكوتيك وكتجي بزاف، وكل مره كنشوفوها مع كليان. المهم هي كانت انسانه مزيانه، يعني ما كديرش فوضى وما كديرش البلبله والضجيج، يعني مول الديسكوتيك كان كيخليها هنايا، اصلا كتخلي الكليان يجيو هنايا بزاف لان كان زوينه بزاف وعاطيه العين. ولكن هذه مؤخرا واحد اسبوع بحال هكاك راه مابقاش بانت ليا، والتاريخ هذا بالضبط يعني اسبوع 5 ايام 6 ايام، هذا هو التوقيت التقريبي ديال الوفاه ديال هذاك السي العربي الله يرحمه. مزيان في القهوه دابا هذوك الناس تاع الديسكوتيك ما عارفين حتى شي حاجه، كيعرفوها انك جيت تم وصافي. وقالوا لي مره جي هنايا وشوفوا راه تقدر تجي. قالوا لي ما ودي راه هي مره كتجي يوميا تقريبا، ولكن بعض المرات كتغب سيمانه يعني 6 ايام 5 ايام 20 يوم، كترجع عاوتاني تجي يوميا، عاوتاني كتغب عاوتاني واحد السيمانه. هذا هو السيستيم ديالها ملي عرفناه حنايا كليان ديال هاد الديسكوتيك. مزيان هنايا البوليس دار واحد المراقبه على هذيك الديسكوتيك، وداروا مراقبه على الدار ديالها فين كتسكن، وراقبوا هذيك حنان طبيعه الحال صاحبتها فيما تبان هاد المئة هادي، خاصهم يلقاو على القبض. دامت المراقبه اللي داروا على هاد المئة تقريبا واحد ماشي 6 ايام بحال ما كاك 7 ايام اللي حتى بانت فين تبان، بانت جات الديسكوتيك، جا هي داخله ما بها ما عليها، اللي حتى لقاو عليها القبض البوليس، قرقبوا عليها وداوها الكوميسارية. هنا قالت لهم ماني مال اللي بعدو مني، هي هذيك البوليس دابا غادي يسولوها على العلاقه ديالها مع داك العربي الله يرحمه. قالت لي مودي العربي كليان بحالو بحال الكليانات كاملين، كنجي انا الديسكوتيك، المهم ما عنديش فقيره الله غالب، كنجي كنريح كيتهلا فيا يدور معايا كنركب معاه مره هادشي اللي كاين. شي حاجه اخرى راه ما كايناش. ونهار فلان فلاني اللي هو نهار المقتل ديال العربي، واش كنتي راكب معاه او لا؟ بقات كتفكر. قال لهم واقيلا كنت راكبه معاه، مشيت معاه في الطوموبيل ديالو ودخلنا الفيلا. قال لي على حساب ما اظن او على حساب ما عاقله
ان مراتو ما كيناش وغندخلو هادشي اللي كاين. هاو دخلت معاه للفيلا، دخلت معاه ريحنا شويه وخرجت. ماشي دخلت للفيلا، واش نقول لكم تقريبا راه وصلنا للفيلا مع جوي هذيك ثلاثة بحال ما هكاك 3:30 دخلنا ومع خرجتي وخرجت قبل ما توصل السبعة. قبل ما توصل السبعة خرجت مأكدة مأكدة في مشيتي من ورا هاد التوقيت هذا. ملي خرجت من عندهم الفيلا ملي خرجتي مشيت عند صاحبتي. صاحبتك شكون صاحبتك؟ حنان مأكدة مأكدة الشيف. المهم خلاو تما في الكوميسارية وطارو عند ديك حنان سولوها على داك النهار واش جات عندها مع السبعة او لا، يعني تكون وصلت عندها مع ديك السبعة ونص تمنية الا ربع. قالت لي بلا ابدا ما جات عندي ما والو. ايوا كذبات البنت، هنايا البنت كذباتها مزيان. قالوا لها شوف يا الامياء راه انت غير كدوخي علينا وكدوري في الهضره، انت يا مول الفعله انت صفيتيها العربي. الا ما اعترفتيش على شكون اللي قتلو غتكوني انت المتهمه رقم واحد، غير اعترفي. قالوا لها شوف يا الامياء راه انت يا مول الفعله وانت صفيتيها لي وانت اللي غتمشي بوحدك، هادوك الناس اولا لا عارفه شي حاجه اولا عارفه شكون اللي قتلو، راه انت غير كتستري على الخو الخاوي. في الاخير انت اللي غتلبسي الليله كامله وغتمشي للحبس وهادوك غادي يبقاو ينعموا بالحريه. اللهم اعترفي وقولي الصراحه راه انت اللي متهومه رقم واحد. البصمات ديالك لقيناهم في الطوموبيل، الطوموبيل كانت في الجرده حدا الجثه ديالو فين تقتل. غير عاودي لنا الصراحه كي دايره. انا بقات كدور في عينيها شويه هي تقول لهم اشنو كاين اشنو كاين. قالت لي ما ودي هاد العربي هذا كنعرفو انا شحال من شهر، العربي راجل كبير وراجل لاباس ليه، كان كيتهلا فيا ويشري لي الحوايج والكادويات والهدايا، وملي كتكون مراتو خارجه يعني عند وحده من بناتو على حساب هو ما كان كيقول لي، كان كيحكيت ليا وكنجي عنده الفيلا. اليوم غدا اليوم غدا اللي حتى واحد النهار واحد السيد كنعرفو انايا هي هاد الامياء كتهضر مع البوليس كتقول لي مودي انا كنعرف واحد الولد الاسم ديالو طارق. الطارق هذا كان ولد دربهم يعني كتعرفو شحال من عام هادي وكيمشي ويجي معاها وعندو صوابع قضائيه. وشنو هي الخدمه ديالو؟ ما كان ما كيخدم ما كيدير حتى حاجه، عنده واحد الطوموبيل طوموبيل غير على قد الحال. واش كيدير؟ كيخدم هاد الامياء. هاد الامياء كتدخل ديسكوتيك كتشوف شي ضحيه مناسب لاباس لي وكبير في ماروك هذا كذا، المهم فيه المواصفات تاع الفريته. هنايا كتصطادو وكتركب معاه في الطوموبيل، الطوموبيل ديال هذاك الاخر الشخص الاخر، وكيخرجوا كيتمو غاديين. هو كيتبعهم كيتبعهم الطوموبيل ديالو حتى كيوصلوا شي غابه شي جرده، المهم شي بلاصه مقطوعه اولا قدام الدار ديالو ولا شي حاجه. كينزلوا مع كينزلوا كيوقف هاد طارق هذا عليهم، كيمثل فيها انه راجلها اولا بالمرات كيمثل خوها الكبير اولا شي حاجه. المهم ديما كيدير غير هاد الادوار هادي وكيبدا يبتز فيه كيقول لي شوف غتعطيني القد القد والا غادي نشوهك وغادي نمشي للبوليس نديكلاري بك نتايا كدير كتفعل كترك. ماشي كيدير المرة الاولى القاضية دي، وانما تا كتمشي معاه المرأة وتجي كتمشي معاه يعني لمياء وتجي مدة ديال واحد الاسبوعين على الاقل ولا حاجه، كتعرف عائلته تعرف واش خدام تعرف الاصدقاء ديالو، وخاصهم ضروري في هذه الخدمه ديالهم يكون هذه الفريسه كيخاف على السمعه ديالو، ما يبغيش الشوهه ما يبغيش الفضيحه، انسان مسالم كذا باش اي حاجه قالوا ليه طلبوها منه اعطاها لهم. كانوا كيبتزوا الناس بهذه الطريقه هذه، وكانت كتنجح لهم القضيه هذه. شحال من ضحيه اعطاهم مبالغ كبيره، يعني كل واحد شحال كان كيعطيهم، كانوا خدامين بهذه القضيه هذه. هاد العربي داروا ليه نفس القضيه ملي مشات وجات معاه وعرفات مراته وعرفات بنات وعرفات واش خدام وعرفوا انه انسان مسالم والله عمرها دار تبعو. ملي خرجوا من الديسكوتيك جاو غادي غادي بها في الطوموبيل راكبه مع هذيك الامياء راكبه مع داك العربي اللي حتى وصلوا الفيلا. نزل داك العربي على حساب الهضره ديال ديك الامياء، نزل داك العربي حل الباب الرئيسي تاع الفيلا حلو ركب الطوموبيل ودخل الطوموبيل وفيها هذيك الامياء دخلوا يعني البلاصه ديال فين كيحط طوموبيلته في وسط الفيلا ديالو. هو رجع بغى يسد الباب، يلا سدو يلا سدو وصافي وغي رجع اللي حتى وقف عليه طارق دفعو كان تابعو طبيعه الحال دفعو ورد الباب من وراه. طارق كان مستعمل ليغات واحد ليغات رقاق ما كيبانوش بزاف. قال لي مالك ما مالك شكون انت كتحاب وشفار؟ قال لي هذيك اللي معاك راها مراتي وانا غادي نفضحك ونشوك ونجيبك البوليس وكذا.
قال لي راه تعطيني القد بالقد الا ما غندير لك حتى شي حاجه من هادشي هذا، تباين لاباس عليك وانا الفقر قاتلني لهذا غادي نتساوى معاك. الاخر ما بغاش، الاخر دار معاه قال لي لا وجهك جري وكذا وانت هاجم عليا في محلي، وهذه واخا تكون مراتك وهذه ما مراتك ما والو، انا كنعرف شحال هذه ما يمكنش تكون مراتك، عاقلين بالفيلم ديالهم. المهم دابز معاه ملي شاف راسو انه غيدير لي الشوهه ويفضحو، يعني ديك الطريقه يتحط في واحد الموقف ماشي هو هذاك، والبنت غير كتشوف هنا اشنو دار هذاك طارق. جبد واحد جنويه من تحت منه طاب الحال، كما قلنا كما قال بروف الشريرة الدار معاه، يعني وجه لي بعض اللكمات. اضطر هذاك طارق انه يجبد واحد جنويه كان هز معاه او يطعنو طف 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 طيحو تمايا. هنايا مشى كيقلب في الطوموبيل، قلب وها مزيان شويه، خلى البنت تمايا، هو دخل الدار يعني الفيلا من بعد ما حي لي الساروت، وطلع الفوق لبيت الناس، قلب مزيان على خاطرو، خدا شي دهيبات، خدا الفلوس، خدا اي حاجه تامنه تمايا، وخرجوا شد هذيك الامياء وخرجوا وياها وركبوا في طوموبيلتهم ومشى ولادو بالفرار. هي فاش جات مرات العربي ولقاته مقتول في هذه الحاله. ايوا من وراء الاعترافات ديال هاد الامياء هادي مشاو البوليس ولقاو القبض على هاد طارق هذا. طارق ان فوا يعني واجهه بالهضره ديال الامياء اعترف وقال لي بصراحه، قال لي مودي انا ما كنتش ناوي نقتلو، كنت غير باغي نخلعو، هو اللي قاومني ما بغاش يستسلم دغيا، كوام اللي قلت لي عطيني قد قد كواش بدو عطاني كنت غادي نمشي في حالتي، ولكن هو قاومني واضطريت انا نصفي عليه هذا مكان. ايوا من وراء الاعترافات ديالهم تقدموا العداله وتحكمها الطريقة هذا بالمؤبد، بينما هذيك الامياء تحكمات ب 30 عام ديال الحبس. هنايا كتسالي الحلقه ديالي ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.